محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب للحديث عن كل ذلك. لينا أسعد الله أوقاتك بكل خير، ودعينا نتحدث عن النفط يعني والذهب باعتبارهما يصنعان المشهد في هذا اليوم. إلى أي مدى كانت هذه الارتفاعات لها علاقة بالتصريحات الأمريكية، وإلى أي مدى هي مرشحة للاستمرار والزيادة؟ أهلا بك. بالفعل أسعار النفط ارتفاعات هائلة شهدناها على أسعار النفط بسبب التصريحات الأمريكية، حتى لو تم حظر جزء من الواردات الغاز الروسية هذا سيتسبب بارتفاع هائل لأسعار النفط. ونحن نعرف أنه أسعار النفط مرتبطة يعني ربما بحصول ركود اقتصادي، الآن المخاوف تتزايد من حصول ذلك، وبالفعل لعبت دورا هاما أسعار النفط في أزمة الرهن العقاري التي تسببت لها وفي ركود اقتصادي. فإذا نظرنا أو عدنا للتاريخ عم نشوف ارتفاعات أسعار الطاقة بالفعل لها دور كبير في الركود الاقتصادي، يعني منذ 50 عام الماضية اللي عم نشوفها كيف سببت أسعار النفط أو أسعار الطاقة في دخول الولايات المتحدة. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أسعار النفط المرتبطة بالتضخم المعدل شفنا كيف ارتفعت 50% وتسببت بالركود الاقتصادي، والآن عم نشوف عم يحصل ذلك أيضا. الارتفاعات الآن حاليا عم نصلها الارتفاعات الهائلة، هذا ربما نحن عم ندخل في ركود اقتصادي، وشفنا كيف النمو الاقتصادي اللي حصل بعام 2021 نحن هلأ بلشنا ما عم ندخل، عم نشوف النمو الاقتصادي عم بيرتفع بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي أسعار النفط تتسبب أيضا بارتفاع أسعار السلع، وشفنا كيف أسعار السلع جميعها مرتفعة، الجازولين عم يرتفع، وقود التدفئة عم ترتفع بشكل كبير، نحن عم نشوف الغاز أيضا عم يرتفع ب 89%، أسعار الطاقة ارتفعت ب 90%، فهذه الارتفاعات عم تسبب ارتفاعات أيضا في التضخم، يعني انخفاض في القدرة الشرائية للنقد، تغير في العادات الاستهلاكية، فلا أستبعد المزيد من ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات والغزو الروسي الأوكراني والتصريحات الأمريكية راح تسبب اشتعال في أسعار النفط، وخاصة نحن عم نشوف مخاوف من نقص الإمدادات، ولم تعد مستويات الطلب إلى مستويات ما قبل مستويات الطلب عادت إلى مستويات ما قبل جائحة الكورونا، والمخزون التجاري الأمريكي عم نشوفه على تراجع، بالإضافة إلى المخاوف من تراجع الإنتاج الروسي المبالغ 10 ملايين برميل يوميا. جيد، دعينا ننتقل إلى الذهب أيضا الذي يعني يواصل اللمعان والبريق بشكل كبير ويلامس $2000 للأونصة، هذه مستويات جديدة. يعني إلى أي مدى الذهب أيضا يلعب دوره كملاذ آمن ربما بشكل أكثر قوة هذه المرة؟ نعم، الذهب بالفعل في ظل التوترات السياسية الحاصلة والمخاوف من تصاعد تلك المخاوف، يعني نيران القصف أو الحرب تشتعل، فبالتالي اللجوء إلى الملاذات الآمنة، والذهب يعتبر الملاذ الآمن وأيضا أداة التحوط من ارتفاع التضخم. فالذهب لامس مستويات 2000 ومتوقع أن يلامس مستويات 2033 ثم 2062 في ظل الحفاظ على مستويات نحن فوق 1974، فبالتالي مرجح أسعار الذهب في ظل الأوقات العام من شاهدها والتقلبات السريعة والتذبذب في الأسواق، ممكن نشوف ارتفاعات لأسعار الذهب، وخاصة أنه ارتفاعات التضخم الهائلة اللي عم نشوفها، وصول التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 7%، في منطقة اليورو 5.18%، بفعل ارتفاع أسعار النفط، أسعار الطاقة، أسعار السلع عم ترتفع بشكل كبير، اختناقات سلاسل التوريد كلها عم تسبب هذا انه مخاوف من التضخم، وبالتالي الان بظل هذه الازمه السياسيه ايضا هذا عم بتساعد انه الذهب يرتفع اكبر بذلك، وكلما اشتعلت او تفاقمت الامور السياسيه اكثر من ذلك فهذا يعني اللجوء الى الملاذ الامن، وممكن نرى ارتفاعات اكبر لاسعار الذهب وصولا الى مستويات 2033، لا استبعد ذلك الاحتمال. نعم، لينا انت تعلمي ان هناك كان توجه قبل اندلاع هذه الازمه الروسيه الاوكرانيه من البنوك المركزيه حول العالم برفع معدلات الفائده وكبح جماح التضخم الذي سيطر على الاجواء، الان في ظل هذه المتغيرات يعني وانت تعلمي ان هناك نقص ربما في المواد الغذائيه وان الاجواء مرشحه لارتفاع الاسعار والتضخم من جديد وسط ارتفاع اسعار النفط والذهب وكل هذه الاجواء، الى اي مدى من الممكن ان تؤثر هذه الاجواء
على مستهدفات البنوك المركزية أم أنها ستمضي قدما في ذلك؟ نعم، يعني بالفعل ما تقوله صحيح، ولكن في إذا تحدثنا عن البنك الفدرالي الأمريكي سوف يعني يقوم بالفعل برفع يعني بتوقعات برفع أسعار الفائدة، يعني هذا في آخر اجتماع يعني قرار إنه يكون في رفع لأسعار الفائدة في الوقت القريب. بالتالي هلا الحديث إنه هل البنك المركزي الأوروبي المتوقع كان إنه ما يرفع أسعار الفائدة وكنا توقعات الربع الرابع، لكن استبعد الان مع الظروف السياسيه الان هل فعلا رح يقوم برفع اسعار الفائده؟ سيدرس الان الحديث عن من الناحيه الاولى هي ناحيه التضخم اللي عم بيرتفع بشكل كبير وممكن يرتفع اكثر من ذلك، نحن عم نتحدث عن 5.8% في منطقه اليورو، وايضا الظروف السياسيه نحن شفنا كيف ارتباط ايضا منطقه اليورو اقتصاديا بروسيا، فهل سيتحدث عن مساله التضخم او عن الظروف السياسية الحالية؟ فأنا لا أتوقع أنه أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة خاصة من قبل البنك المركزي الأوروبي، الاحتمال أصبح شوي مستبعد، لكن يعني لكن البنك المركزي الأوروبي بين خيارين ارتفاعات التضخم بشكل كبير، وأيضا من جهة أخرى الظروف السياسية. البنك الفدرالي الأمريكي سوف يقوم بأول رفع لأسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، لكن ربما يتريث باجتماعاته القادمة من حيث ربما رفع أسعار يعني من ناحية رفع أسعار الفائدة بعدد مرات رفع أسعار الفائدة، يعني لا خيار الآن إلا رفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع التضخم، لكن مع الأزمة السياسية سوف نرى في اجتماعاته القادمة كم عدد المرات التي سوف يتم رفعه، كم تأثيرها أيضا على النمو الاقتصادي، ونحن بنعرف أنه أي ظروف سياسية هذا بتسبب أيضا مخاوف أنه من تعرقل النمو الاقتصادي العالمي رح يكون له تأثيرات بالفعل بالغة، ليس فقط على الولايات المتحدة وأيضا على دول عظمى، بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان وغيرها من الدول عم ترتفع، خاصة بالشرق الأوسط عم نشوف أيضا ارتفاعات كبيرة في التضخم، بمصر 7.13% وتركيا عم ترتفع بشكل كبير، التضخم أصبح مبالغ فيه في العالم. شكرا جزيلا لك لنقل لهم محلة الأسواق العالمية في إكويتي.